السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كما تكلمت معكم في السابق حول كيفية طريقة تشغيل المتصفح الخفي، وكما كتشوفوا معايا حاليا غادي نمشيو للمتصفح وغادي ندخلوا مثلا هنايا كما كتشوفوا معايا عبر القناة. هنايا القناة ديالي ازو تي في، فما تنساوش انكم تهبطوا لتحت الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال لي فيديو. فغادي نشوفوا جميع كيفاش يمكننا نشغلوا المتصفح الخفي عفوا. فغادي ندخلوا مثلا واحد الفونيتر هنايا ديال جوجل، مثلا غادي نمشي هنايا جوجل. كما كتشوفوا معايا هذه هي الصفحه ديال جوجل كروم. غادي نمشي لهاد واحد ديال النقيطات اللي كاينين الفوق، ثلاثه ديال النقاط اللي كاينين الفوق هنايا، وغادي نكليكي عليهم وغادي يطلع عندي هنايا هاد نوفيل فونيتر دو نافيغاسيون بريفي، يعني واحد الفونيتر جديده ديال المتصفح الخفي. ملي كنكليكي عليها بحال هكا كنشوفوا اصدقائي ديالي هاد الصوره، هاد لاباج اللي كتبان باللون الاسود والرمادي تقريبا، يعني متصفح خفي. كما كتشوفوا معايا هنايا في هاد الصفحه اللي كتبان لنا على شكل ديال صفحه رماديه او باللون الاسود، يعني هذا هو المتصفح الخفي لجوجل اللي يمكن لك انك تستخدمه في زياده من ساعات المشاهده في القناه ديالك. يمكن لك دير 5 ديال لي كونت، 6 ديال لي كونت، 20 كونت، 14 كونت، على قد ما قضيتي ديال لي كونت، ويمكن لك تستعملهم. فمثلا انا غادي ندير لكم واحد المثل هنا وغادي نشرح لكم الطريقه الصحيحه مزيان. فالدماغ في هذه الصفحه هذه كنجي وكندخل هنايا اليوتيوب، مثلا كندخل اليوتيوب وكندخل هنا الروشيرشي وكنكتب القناه ديالي اللي هي ازول تي في، كندير ليها بحال هكا ازول تي في، وكندخل نشوف لي فيديو ديالي، وكنجي مثلا كيفاش غادي نستعمل المتصفح الخفي باش نرفع من الزياده ديال المشاهدات ديالي. كنجي هنا وكندير تورو غاردي، يعني خاصني مشاهده الكل. ملي كندخل هنا تورو غاردي الفيديو ديال القناه ديالي، كنجي لهاد البوان هادي اللي هي البارامتر، كنكليكي عليها وكنجي هنايا لا فيتاس، كنقص من لا فيتاس كنردها في المينيمو ديالو، كنقص منها باش يمشي داك الشيء بعرض البطيء، يعني كندير 0.25. وكنجي للكاليتي ديال الجوده كندير 144، ما كنديرش 180 اتش دي لان انا ما كنهتمش بالجوده ديال الصوره وانما بساعات المشاهده. وكنجي لهنايا وكنكليكي على هاد الاسهم هادو باش يبقاو لي فيديو ديالي بلاي ليست، يعني واحد مورا واحد في القناه ديالي. هذه هي الطريقه الاصدقاء ديالي باش انا مكلي فعلت القنوات ديالي بجوج. كما قلت لكم بهذه الطريقه هذه استطعت انني نفعل القنوات ديالي بجوج وفي ظرف وجيز انني حصلت على 4000 ساعه. كما كتشوفوا معايا مثلا انا حاليا فانا كنشاهد الفيديو من هذا الحساب وكنشاهد الفيديو من هذا الحساب الاخر. وكما كتشوفوا معايا مثلا انا هنايا راه عندي بزاف ديال الحسابات ديال لي كونت، كما كتشوفوا معايا مثلا هنايا انا مخدم بزاف ديال لي كونت كما كتشوفوا هنايا فهاد انا دايرهم هنايا كما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا هنايا الاصدقاء ديالي شحال من كونت عندي انا هنايا، تقريبا 50 كونت كنفتحهم عن طريق متصفح خفي، وكندخل القناه ديالي وكنبقى نشاهد لي فيديو غير بوحدي، ما محتاج حتى شي واحد يشاهد معايا، وكنحصل على 300 ساعه 400 ساعه 1000 ساعه في اليوم. ف كنتمنى نكون جبت لكم اخطر سر للحصول على 4000 ساعه. فهذه هي الطريقه الصحيحه لتشغيل المتصفح الخفي. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في الاسفل ديال الفيديو في الكومونتير والتعليق، ونشرح له مع الطريقه مره اخرى باش يفهم، لان المهم ديالنا هنايا هو نفعل القنوات ديالنا ونحصلوا على اكبر عدد ديال ساعات المشاهده. الفيديو المقبل غادي نشرح لكم كيفيه انشاء المتصفح الخفي. شفنا كيفاش كنخدموا به، ولكن دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروه. كيفاش كما قلت لكم دابا شفنا طريقه تشغيل المتصفح الخفي للزياده من ساعات المشاهده. فالفيديو المقبل غادي نشوفوا طريقه انشاء المتصفح الخفي، كيفاش كنصايبوا المتصفح الخفي. فدابا جوجل اي متصفح غتدخل له ضروري كتكون مكونيكتي بواحد الايميل، واحد الحساب جيمايل. هنا في المتصفح الخفي ما كنحتاجوش الحساب الجيمايل، يعني ما كيبانش داك الاي دي ديالنا، ما معروفش شكون اللي كيشاهد ديك الفيديو، يعني الفيديو كيتشاهد عن طريق اكس
حتى شي واحد ما كيعرف شكون اللي كيشاهد داك الفيديو، ولكن يوتيوب كيحسب لنا ساعات المشاهده كثيره. في الفيديو المقبل غادي نشوفوا جميع ونشرح لكم بطريقه سهله وبسيطه كيفيه انشاء المتصفح الخفي. فما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم وتهبطوا لتحت الفيديو.